مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الممثلة الصعيدة نورهان صغيد، وبعد أن تراجعت حدة الأزمات في الجزائر، اختارت نورهان وعائلتها مدينة بجاية لتمضية العطلة هنالك. وقد شاركت نورهان أجمل الأماكن التي تمتلكها ولاية بجاية. نورهان صغير، وباعتبار أن لها جمهور معتبر على مواقع التواصل الاجتماعي، فها هي تروج للسياحة في الجزائر عبر صفحتها على السوشيال ميديا. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعي في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.